السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ده فيديو عاملينه بالتعاون كده مع مستر زميلنا مستر شادي على طريقة حل الأسئلة، الجمل، الاختيارات، والتعامل معاها ازاي وازاي نذاكر. راجل مشهور، نحاول ان هو يقدم لكم خبرته في التعامل مع سؤال الاختيارات. فهنتفرج على الفيديو الجاي ده. مستر شادي زميلنا كان زميلنا في الكلية، فرب استفادوا ان شاء الله يا جماعة، تبقى حاجة مفيدة. ومستني تعليقاتكم، تقولوا لي رأيكم في الفيديو ايه. فربنا. حبايبي أبطال الثانوية العامة، أهم حاجة في فترة الامتحانات هي التركيز والهدوء النفسي، ما تخليش أي حاجة سلبية تأثر عليك. وزي ما قلنا، امتحان اللغة الإنجليزية هيركز فيه على linguistic skills، يعني ما تجيش ليلة الامتحان تضيع وقتك في حفظ عواميد كلمات أو حفظ قواعد جرامر. احنا اكيد ذاكرنا كتير وحلينا مصادر كتير قوي. طيب اذاكر منين ليلة الامتحان، او ايه المصادر اللي المفروض ابص فيها؟ عندك رقم واحد كتاب الورك بوك. كتاب الورك بوك فيه ريفيجن يونتس، طبعا ماسكه اليونتس بتاعتنا كلها من 1 ل 3، طبعا في لغايه 6، وبعد كده البارت 2 عندي لغايه 12. بعديهم على طول بعد 6 وبعد 12 هتلاقي حاجه اسمها practice exercises، طبعا دي زي model exam للامتحان بتاعي. في طبعا الكويستشنز وكل الافكار اللي اتناقشت في المنهج، دول مصدر مهم جدا، هتلاقيني حطه في الكومنتس، يعني لينك ليهم في الكومنتس بالاجابات. لونج مان طبعا من الريسورسز المهمه، ويعني في اكسرسايزز كتير موجوده، ودي يونت باي يونت، طبعا كويستشنز وانسرز. انصحك ان انت ما تبصش في حاجه بدون ما يكون معاك الاجابات بتاعتها، ما تلخبطش نفسك وتتعب اعصابك او اعصابك دلوقتي. في اختبار الكتروني جميل، المفروض ان هو من اعداد موجهي اللغه بالوزاره، لقيت الايديز او الافكار بتاعته كويسه، ده برضو مرفق في اللينك. طيب اتعامل بقى ازاي مع ورقه الامتحان؟ انا دلوقتي دخلت الامتحان وخلاص هحل. اول حاجه بقولها لك، اقرا السؤال كويس قوي. لو بصينا على سنتنس زي اللي عندي دي، ماي سيستر مروه از نيفر، وعندي نقط ايه اند اولويز سبيندز ا لوت اوف تايم اكسبلينينج ماي هوم ورك تو مي. طب هنا يعني هي بتقضي وقت تشرح لي الواجب، يعني هل هي a positive person ولا هي شخصية إيجابية ولا لا؟ ده معناها ان هي بتساعدني. بس خلي بالك اما تقرأ، او خلي بالك ان انا عندي never، وعندي في الchoices impatient، ال prefix اللي هو negative prefix im، اوكي ده معناه غير صبور، عمل لي negative، فنفي النفي إثبات، يعني هي فعلا الجملة الكلمة اللي أنا محتاجة هنا إن هي صبورة وبتستحملنا. عشان كده بقول نقرأ كويس قبل ما نحل، ونخلي بالنا من الجملة ومن الchoices نفسها. طيب أحيانا لو أنت عندك linguistic sense، أو يعني على احتكاك باللغة وبالحس كده اللغوي، ممكن تحل الجملة من غير ما تبص في الchoices، من غير ما تبص في الخيارات. يعني جملة زي كده I cannot hear you please your voice، احنا your voice، احنا طول عمرنا بنسمع ايه raise your voice raise your voice. يبقى انا من غير ما ابص في الchoices واشوف ده transitive verb و intransitive verb، لا انا عندي option اسمه raise your voice، ارفع صوتك، ده انا بستخدمه على طول. طيب ايه تاني حاجة؟ elimination. يعني ايه elimination؟ حذف الاجابات اللي انا مش حاسس ان هي ما تنفعش. بص الجمله بتاعتي هنا، the car broke down and I couldn't put my finger on the cause. put my finger، احط اصابعي على السبب. طب اكيد مش قصده يلمس المحرك ولا يلمس العربيه، touch the engine the car engine، اوكي، ولا يصل اليها، ولا يجيب شخص علشان يصلح، لا قصده هنا ان انا أصل للسبب. يبقى بص كده في الجملة عندي couldn't know the reason why the car had broken down. بس طبعا لازم أبقى عارف يعني إيه break down، بمعنى يتعطل للسيارة، السيارة وقفت اتعطل. طيب إيه تاني؟ أنا عندي الكي ووردز أو الكلمات اللي بتبين لي الزمن بتاع الجملة، التنس، ها، والاستخدام مهم جدا في الحالة دي. يعني أنا عندي هنا مثلا once، عندي نقط making the cake،
I'll. أها I'll. يعني قصده I will. يعني second part أو الجزء التاني بيتكلم في الفيوتشر، بيتكلم في المستقبل. يعني حاجة هتتم في المستقبل يبقى أكيد معتمدة على حاجة في المضارع. يعني أنا ما أكل هشبع، أما ألعب هتعب. ده طبيعي. يبقى أنا علشان من غير ما أبص علشان أستخدم future يبقى أنا محتاج إن قبليها أستخدم present. والpresent ده بقى ممكن يبقى simple يعني مضارع بسيط، أو perfect يعني مضارع تام. نبص كده، ده مستقبل يبقى آخد ماضي had finished، لا مستحيل طبعا. مستقبل تاني الله، يبقى الجملتين هيسبقوا بعض، لا يبقى الوحيدة اللي عندي هي have finished، يعني أول ما أخلص عمايل الكيكة أوكي هديك شوية to do. فعندي هنا الفيوتشر دللي على إيه التنس بتاع الجملة، وبناء عليه بقدر أحدد التشويس. طبعا خلي بالكم من الوقت، راعي الوقت كويس قوي، وتأكد ان انت جاوبت كل الأسئلة. المراجعة مطلوبة، ولكن ما تراجعش بشكل مبالغ فيه عشان ما تلخبطش نفسك. بالتوفيق بإذن الله.